وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، بعد التحية، يعني فيما يتعلق بالرؤية المصرية حول هذه الأزمة الليبية، رأينا في كلمات السيد الرئيس وفي المؤتمرات الدولية دائما تقوم على أساسين وهو أو موضوعين أساسيين، وهما الموضوعين الموجودين الآن في على قمة أو في القمة أو التجمع الدولي اليوم حول المسار السياسي في ليبيا، هو الاستحقاق الانتخابي وخروج المرتزقة. يعني أهمية تحقيق نبدأ بالاستحقاق الانتخابي وأهمية أن تمر الانتخابات القادمة سواء الرئاسية أو النيابية في ليبيا على خير، وعدم التدخل سواء حتى الجهات الأجنبية في يعني إفساد هذه العملية أو حتى الجماعات الإرهابية والإخوان وما إلى ذلك، وأهمية خروج الاستحقاق الانتخابي في أزهى صوره. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. يمكن حضرتك أشرت لنقطة مهمة للغاية، وهي الثوابت المصرية تجاه الأزمة الليبية في مختلف المحافل الدولية. وجدنا بالفعل الطرح المصري من خلال الدبلوماسية الرئاسية أو حتى وزارة الخارجية المصرية وكافة مؤسسات الدولة المصرية ثابت وله نهج شريف وواضح حيال الأزمة في ليبيا أو حتى في مختلف الأزمات في المنطقة. وهذا اتضح في مؤتمر باليرمو الذي شارك فيه السيد الرئيس، وأيضا في مؤتمر برلين، وأيضا سوف يكون واضحا وصريحا في مؤتمر باريس. وهذه الثوابت تتعلق بدعم المسار السياسي، إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من الداخل، أيضا عدم توفير الملاذات الآمنة أو الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وغيرها من الثوابت التي نجدها دائما حاضرة في أجندة الدبلوماسية المصرية، والتي تسعى دوما لاستقرار الشعوب واستقرار الدول والإعلاء من قيمة الدولة الوطنية. الهدف المصري من هذه الثوابت الذهاب إلى فكرة الدولة الوطنية، لأن ليبيا لا يمكن أن تذهب إلى دولة جهوية أو دولة لها علاقة بالاشتعال أو اشعال الصراع القبائلي والطائفي وإلى ذلك، ولكن ما سوف يحفظ ليبيا أو أي من دول المنطقة هو الذهاب تحت مظلة الدولة الوطنية. وبالتالي مصر بتدعم مؤسسات الدول الوطنية في كل الدول، وهذا أيضا ضمن الثوابت المصرية. وبالتالي نتوقع أن يكون أيضا هناك دعم لهذه الثوابت خلال مؤتمر باريس، وأن يكون هناك دعما للمسار الانتخابي، لأن إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، نحن نتحدث عن ربما يعني شهر بالتحديد 24 ديسمبر موعد الانتخابات، وبالتالي يعني اقتربنا كثيرا، ولا يوجد رفاهية الوقت لدى الأشقاء في ليبيا، عليهم أن ينجزوا هذا الاستحقاق. مؤتمر باريس في الحقيقة يأتي في توقيت يعني مثالي لدعم هذا المسار، خصوصا أنه يأتي أيضا بعد مؤتمر برلين 2، وبالتالي هنا دعم إقليمي مهم للغاية للداخل الليبي. طيب، في حماية الاستحقاق الانتخابي، ما هو المطلوب من الشركاء الدوليين الآن والمجتمعين، وكما ذكرت سواء المجتمعين في مؤتمرات برلين والآن في مؤتمر باريس، ما هو المطلوب منهم في حماية العملية الانتخابية؟ ماذا إذا حاول البعض تعكير صفو الانتخابات؟ يعني هل هناك الرقابة الدولية ستكون رقابة يعني أمنية، رقابة فقط بوجود المراقبين الدوليين؟ كيف يمكن حماية الاستحقاق الانتخابي الليبي في 24 من ديسمبر؟ يعني أنا أعتقد طبعا في البداية يجب أن تتوفر الإرادة الشعبية الليبية، ويجب أن يكون الداخل الليبي نفسه هو الحريص على إنجاز هذا الاستحقاق بأمان وفي أجواء مثالية، ولكن أيضا المجتمع الدولي والإقليمي كما حضرتك تفضلت وذكرت هو شريك أساسي، خصوصا أنه يحتضن هذا الحوار منذ فترة، وهناك مؤتمرات وهناك حراك إقليمي، وبالتالي عليه متابعة هذه الانتخابات بشكل جيد، أيضا عليه التواصل مع كافة دوائر صنع القرار في الداخل الليبي، وإحداث نوع من أنواع الوساطة أو التهدئة للمرور الانتخابات الى بر الامان. واعتقد ان مؤتمر باريس هو فرصه لاحداث هذا الامر، فكره فتح قنوات الاتصال والتواصل ما بين كافه الاطياف الليبيه مع اقتراب موعد الانتخابات، مع طبعا وجود اشراف اممي وايضا من قبل المنظمات الاخرى الاقليميه سواء كان الاتحاد الافريقي او جامعه الدول العربيه وغيرها من المنظمات الاقليميه. وبالتالي انا اعتقد ان رقم واحد هو الإرادة والرغبة الشعبية الداعمة لهذا المسار، وهي متوفرة في الحقيقة، ويجب أن هنا تتحصن بإعلاء روح الدولة الوطنية في الداخل الليبي، وأن لا يستجيب الشارع الليبي لأي يعني أصوات مغرضة أو أي أصوات تحاول أن تثني عن هذا المسار السياسي. ثم يأتي من بعد هذه الإرادة الشعبية الليبية
دور المجتمع الدولي والإقليمي، خاصة الدول الصديقة والشقيقة زي الدولة المصرية التي تدعم طوال الوقت المسار السياسي ومسار الاستقرار في الداخل الليبي. نعم، إذا اتجهنا لخروج المرتزقة والدعم سواء بالسلاح أو الدعم بالمال الذي حدث على مدار الفترة الماضية وكيفية محاربة ذلك أيضا لحماية العملية الانتخابية في نفس الوقت حتى لا تتدخل هذه المرتزقة وما إلى ذلك، كيف يعني ما هو الرؤية الصحيحة لخروج المرتزقة في جدول زمني، أم يعني ما هو أيضا كيف يمكن أن يلعب اليوم مؤتمر باريس في خروج هؤلاء المرتزقة من الأراضي الليبية؟ يمكن المرتزقة هم العقبة الحقيقية أمام يعني المسار السياسي، طالما تواجدت هذه الفئات المتطرفة والمرتزقة داخل المجتمع الليبي دوما سوف تشكل خطر على المسار السياسي حتى بعد إنجاز العملية الانتخابية. نحن لا نتحدث عن مسكنات وقتية حتى نمر للانتخابات، يعني مش فقط إخراج المرتزقة من أجل الانتخابات ولكن أيضا من أجل ضمان فترة ما بعد الانتخابات، لأن لا يمكن أن نعود مجددا إلى هذه الدائرة الفوضوية وأن تكون هناك مجددا ميليشيات ويعني قوات أجنبية في الداخل الليبي، وبالتالي هو أمر حاسم وأمر جدي. ومن الجيد جدا أن نجد الآن هناك اتفاق من كافة يعني الأطراف في المجتمع الدولي والإقليمي على هذا الأمر، يعني وجدنا هذا الأمر حاضرا في الأجندة المصرية الأمريكية في الحوار الاستراتيجي، هناك اتفاق على إخراج المرتزقة، أيضا حينما كان الرئيس في مؤتمر المناخ في اللقاءات على هامش هذا المؤتمر مع كافة زعماء العالم أيضا كان هناك اتفاق على هذا الأمر، أيضا في لقاءات السيد الرئيس مؤخرا مع عدد من زعماء شرق أوروبا ووسط أوروبا أيضا وجدنا هذا الأمر حاضرا، وبالتالي هذا جيد جدا أن نجد هذا الاتفاق من المجتمع الأوروبي بالتحديد، لأن المجتمع الأوروبي يواجه أيضا يعني تبعات المخاطر العائدة من الشواطئ الليبية، وبالتالي أيضا هو يسعى لضمان استقرار الداخل الليبي، ومصر أيضا الداخل الليبي هو امتداد لأمنها القومي، وبالتالي هنا المصلحة مشتركة، والاتفاق المصري الأوروبي والأمريكي أيضا وأيضا الروسي، الجانب الروسي أيضا أعلن عن فكرة إخراج المرتزقة أمر واجب، وبالتالي هذا الاتفاق أمر غاية في الأهمية، يجب أن يطبق على أرض الواقع، يجب أن نخرج من فكرة هذا الكلام الدبلوماسي الرصين الجيد جدا إلى مرحلة التطبيق. مصر لديها رؤية في هذا الأمر، أعتقد أنها سوف تطرح، وأيضا الجانب الفرنسي لديه رؤية في هذا الأمر، وكل له رؤية، ولكن في النهاية يجب أن يكون هناك حلا جذريا بمعضلة المرتزقة حتى نضمن فترة ما بعد الانتخابات، وأن لا نضع في الحسابات الدول التي أرسلت المرتزقة، يعني لا. البعض يخشى من عودة هذه المرتزقة إلى الجوانب الأخرى من العالم، هذا لا يعنينا، ولكن ما يعنينا هو ضمان واستقرار الداخل الليبي الآن، لأنه لم يعد أمرا يعني من قبيل الرفاهية استقرار الليبي، لأن هذا يهدد الأوضاع حتى على الشواطئ في جنوب المتوسط في أوروبا، وأيضا يعني يهدد يعني منطقة أيضا الساحل والصحراء في القارة الأفريقية، فيها الكثير من المشاكل وهي امتداد للجانب الليبي، وبالتالي أنا أعتقد أن الاستقرار في ليبيا هو مفتاح الحلول سواء في ضفتي المتوسط أو في منطقة الساحل والصحراء. نعم، وهنا يعني أخذ من كلام حضرتك أستاذ جمال في فكرة الاعتماد على الجانب المصري الآن والدور المصري المحوري سواء داخل إفريقيا أو حتى في التعاون الأوروبي والنظرة الواسعة، الآن يتم الاعتماد بشكل رسمي في كل المؤتمرات الدولية ودعوة مصر كشريك في العديد من المؤتمرات الدولية والسبعة الكبار ومؤتمرات المناخ والمؤتمرات الإفريقية بالتأكيد، هنا تأكيد الآن على دور مصر المحوري ويعني العلاقات القوية والهدف الأسمى، يعني كما ذكرت حضرتك في مقدمة إجاباتك عن الهدف الأسمى السلمي، يعني مصر لا تسعى إلا للسلام للأشقاء وللمنطقة بشكل عام. بالتأكيد مصر خلال الفترة الماضية ومنذ عام 2014 في الحقيقة حققت توازن دبلوماسي مهم للغاية، وانفتحت على كافة أقطاب دول العالم وكافة الدوائر الخارجية، وأحدثت توازن في علاقاتها الخارجية في الحقيقة أكسبها مصداقية كبيرة للغاية، وهذه المصداقية أيضا نابعة من السياسة
الشريفة التي انتهجتها الدبلوماسية المصرية في كافة القضايا. كما كنا نتحدث نجد أن الثوابت المصرية في القضية الفلسطينية، هي في القضية الليبية، هي في القضية السورية، هي في القضية اليمنية، دعم الدولة الوطنية، دعم مؤسسة الدولة الوطنية، عدم تدخل في الشؤون الداخلية للدول، عدم تدخل العسكري في الدول، كلها أمور في الحقيقة بنجدها حاضرة. هذا النهج الثابت، هذه الثوابت التي لا يختلف عليها أحد، يعني لا أحد يختلف على هذه الثوابت التي تدعم فكرة الدولة الوطنية، وبالتالي الجميع يأتي إلى القاهرة. يعني رأينا حتى في ذروة الأزمة الليبية حينما كان حتى هناك يعني اختلاف وجهات النظر ما بين فرنسا وإيطاليا حيال الأوضاع في ليبيا، وجدنا الجانب الفرنسي يتواصل مع الدولة المصرية والجانب الإيطالي يتواصل مع الدولة المصرية. هذا برهان أن الدولة المصرية متزنة سياسيا، تستوعب الجميع وتستطيع أن تلعب دور يعني متوازن، وأيضا يصل وجهات النظر بعضها البعض. أيضا حينما نرى أن القاهرة تستقبل كافة الأطياف الليبية، يعني قائد الجيش الليبي، رئيس البرلمان الليبي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رئيس الحكومة الليبية، القبائل وشيوخ القبائل بشكل عام، نعم، لجنة 5+5 القاهرة تحتويها. أنا أعتقد لا يوجد دولة في الإقليم أو في العالم استطاعت أن تحتوي كل أطياف الداخل الليبي على أراضيها إلا الدولة المصرية، وهذا بالبرهان وهذا بالحقائق. يعني كما كنا نرصد الآن أنا وحضرتك، يعني لا نجد دولة استطاعت أن تحتوي كل هذه الأطياف المختلفة داخليا على أراضيها، ولكن القاهرة وحدها هي من فتحت أبوابها للجميع حتى يتحدث، حتى يتشاور، وحتى يكون هناك اتفاق. وإعلان القاهرة في الحقيقة الذي خرج من القاهرة أعتقد أنه كان أمر غاية في الأهمية، ووضع خريطة طريق هي أصبحت أيضا نهجا ودستورا لدعم المسار السياسي، وتم البناء عليها حتى في مؤتمر برلين 2، وأعتقد أيضا سوف يتم البناء عليها الآن في مؤتمر باريس. وبالتالي دور القاهرة محوري وفعال ومؤثر للغاية، وله في الحقيقة مصداقية دولية الآن أصبحت أو أصبح يعني استشهد بها الجميع. رأينا مسؤولين أمريكان حينما جاءوا إلى القاهرة، سواء مستشار الأمن القومي الأمريكي وغيره من المسؤولين، تحدثوا إن مصر هي ركيزة الاستقرار في المنطقة. أيضا مسؤولين أوروبيين تحدثوا في هذه النقطة بالتحديد. وبالتالي الجميع الآن يرى أن القاهرة هي يعني بالفعل حجر الزاوية، هي بالفعل محور الاستقرار والسلام في الإقليم، لأنها استطاعت أن تحافظ على استقرارها الداخلي وسط هذا الإقليم المضطرب، وبالتالي هي الآن تصدر تجربتها في هذا الاستقرار إلى محيطها الإقليمي، وبالتالي هي تتحدث أيضا مش من فراغ، ولكن أيضا من نابع تجربة داخلية ناجحة استطاعت أن تحقق الاستقرار الداخلي، وبالتالي هي تتحدث من نابع هذه التجربة الناجحة. وبمناسبة وجود مصر الآن في مؤتمر باريس، هناك علاقة خاصة أيضا يعني يشهد بها البعض والكثيرين في أوروبا وإفريقيا والعديد من الدول عن العلاقة القوية الآن بين باريس والقاهرة، والعلاقة بين الرئيس ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هناك اتصال حتى قبل مؤتمر باريس بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي حول الاستعداد لمؤتمر باريس وكيفية ثقة الرئيس ماكرون دائما في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديره لجهوده في الأزمة الليبية، ويعني حول ما قامت به مصر تجاه تسوية الأزمة الليبية، وهو ما كان منذ في 8 نوفمبر في اتصال الرئيس الفرنسي، وهو كان تحضيرا لهذا المؤتمر. إذن هناك أيضا ثقة وتعاون مشترك ثنائي خاص وخاص جدا بين الجانب الفرنسي والجانب المصري والرئيس ماكرون والرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف تجد هذا التعاون وهذا يعني التوازن أيضا بين العلاقة مع فرنسا؟ بالتأكيد العلاقات المصرية الفرنسية في الحقيقة بتشهد طفرة كبيرة جدا بعد 2014، ويمكن حتى الجانب الفرنسي حريص طوال الوقت على إشراك الدولة المصرية في كافة المؤتمرات التي تقام على أراضيها. عشان كده وجدنا الرئيس استقبل العديد من الدعوات في مؤتمرات هامة، سواء كانت قمة المناخ في عام 2015، قمة السبع الكبار أيضا التي كانت تحتويها فرنسا، أيضا مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان في مايو الماضي، أيضا الآن في مؤتمر باريس. وبالتالي هذا الحرص الفرنسي على إشراك الدولة المصرية في كافة المؤتمرات الدولية والإقليمية التي تنعقد على دوليها على أراضيها له دلالة مهمة جدا، ويجب النظر إليه بعين الاعتبار، أن الجانب الفرنسي يرى في الشريك المصري
شريك آمن وشريك يستطيع أن يلعب دور محوري في مختلف القضايا الإقليمية. خليني أقول لحضرتك إن هذه الزيارة للسيد الرئيس هي الزيارة الثالثة في أقل من عام، يعني حينما كان الرئيس موجودا في ديسمبر الماضي وثم في مايو، والآن نتحدث عن زيارة جديدة. وبالتالي هذا الزخم في الحراك ما بين القاهرة باريس يعتقد أنه هو معبر بشكل كبير. أيضا سبقت هذه الزيارة زيارة لرئيس مجلس الوزراء المصري دكتور مصطفى مدبولي أيضا إلى فرنسا، وكان هناك يعني زخم في هذه الزيارة، شهد توقيع الاتفاق الإفطاري والقطري وغيرها من الاتفاقيات المهمة جدا. وبالتالي الأرقام والشواهد والحراك الدبلوماسي ما بين القاهرة باريس يعبر عن هذا الزخم. أيضا المدلول الذي له علاقة أيضا بالشق الاقتصادي تأثر كثيرا بهذا الزخم السياسي. حينما نتحدث الآن عن الشراكة الاقتصادية التي تأثرت بهذا الزخم السياسي، سوف نجدها الآن شراكة اقتصادية عالية المستوى. فرنسا من أهم شركاء الخارجين للدولة المصرية، أيضا تبع أيضا عسكريا وأمنيا، بنتحدث عن صفقات تسليح مهمة للغاية على رأسها طبعا صفقات الرفال وغيرها من الأسلحة، وأيضا التدريبات المشتركة التي بتجرى بشكل دوري وغيرها من الأمور. وبالتالي العلاقات المصرية الفرنسية علاقات مميزة للغاية، وعلاقات مش بس بتصب في صالح الدولتين، ولكن أيضا أنا أعتقد أن هي بتصب في صالح المنطقة بشكل عام. وأيضا الإضافة لهذه العلاقات هو انضمام فرنسا لمنتدى غاز الشرق المتوسط، أعتقد أنه هو أيضا إضافة محورية وسيكون لها عظيم الأثر في المستقبل القريب. الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.